متى ينقطع عملك؟ ينقطع بالموت. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فكر، فتش، عندك واحدة من هالثلاث؟ انتبه، انتبهي. عندنا شيء من هالثلاث؟ نعم، البعض منا عنده كل الثلاث، وهذا فضل الله يتميش، والبعض عنده ثنتان، والبعض عنده واحدة، والبعض مفلس ما عنده شيء أبد. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني الصالح، إلا من ثلاث: علم ينتفع به. هل عندك علم؟ هل عندك مؤلفات؟ هل عندك محاضرات؟ هل عندك مسجلات لمحاضراتك ودروسك تنتفع بها الأمة طيلة الدنيا مئات السنين أو آلاف السنين، وأنت في قبرك تمشي لك الحسنات؟ أو ولد صالح يدعو له. هل ربينا أولادنا على الصلاح والتقى والنقى والاستقامة على المنهج القويم؟ أو صدقة جارية، عندك أوقاف، عندك سبايل فريعها للفقراء والمساكين، والمساهمة في إدخال الفرح والسرور على اليتامى والأرامل والمطلقات؟ نسأل الله أن يرزقنا هذه النية والذرية.